السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أهني كل أحبابي وكل قرايبي وكل أصحابي وكل أهلي وكل الناس كل أجيال الاندلس، وهنيكم بالعام الجديد 2019. ربنا يجعله عام سعيد علينا كلنا وعلى الأمة العربية كلها، عام سعيد وعام جديد وعام كله خير وسعادة على الناس كلها يا رب العالمين. بهنيكم بالعام الجديد، وكل ثانية وكل لحظة وانتم طيبين. أسامة رزق، مؤسس أجيال الأندلس.